أي فكر مظلم ما لم يكن يستمد النور من هدي محمد، أي إصلاح تجلى في الورى مستديما هو من غرس محمد، أي علم صدقت أهدافه هو عبد لهدى علم محمد، أي خلق لعظيم إنما أصله في الخير من خلق محمد، أي خير في ربى الأرض نما مستفيضا هو من غرس محمد، أي فكر مظلم ما لم يكن يستمد النور من هدي محمد، أي إصلاح تجلى في الورى مستديما هو من غرس محمد. اللهم صل وسلم على محمد.